إسلام اشتوى طبعا بقريعة يتواجد في الصيف. إسلام اشتوى مساء الخير، الهدوء لديك رغم تتويج وفاق سطيف شباب بلوزداد، عفوا لأنه كنت أتحدث مع زميلي إسلام بقريعة وأسماؤكما تتشابه بين الإسلامين. إسلام اشتوى تسمعني؟ من يتصل بك؟ مشاهدينا الكرام، نحن هنا معكم على المباشر من حي بلوزداد الشعبي، أين نعيش أفراح التتويج، تتويج شباب بلوزداد بنهائي كأس الجمهورية بعد 8 سنوات من الغياب عن خزينة النادي، بالضبط في سنة 2009 أين توج الفريق أمام أهلي برج بوعريش. الصورة في 5 جويلية. مشاهدينا الكرام، أنصار شباب بلوزداد فرحون بهذا التتويج، خاصة وأنه جاء تزامنا مع الذكرى الخامسة والخمسون لتأسيس الفريق، وكذلك لأنه جاء أمام المنافس الذي حرم الفريق من التتويج سنة 2012. كما تشاهدون الأنصار شباب بلوزداد حضروا من مختلف الأماكن، حضروا من مختلف المناطق كذلك للاحتفال هنا بتتويج الشباب الذي جاء بشق الأنفس بعد وصول الفريقين إلى الوقت الإضافي، أين أفرج اللاعب يحيى شريف عن الأفراح هنا في يلا أعطيني الأجواء والفرحة هناك بعيدا عن الهدف. نأخذ انطباعات وأراء الأنصار بهذا التتويج. خويا واش قلنا خويا على التتويج؟ يا خو احنا واش نقول لك؟ أنا نقول لك والله غير يعطيهم الصحة كيف فرحونا ولا قبل كاملة إن شاء الله، لا قبل كاملة ويعطيهم الصحة وبدو زكي ربي يحفظه لنا ونقول له ما راناش ملاح يا بدو زكي. كنتوا راضيين بالاداء عجبكم كلش؟ لا يعطي الصحه يا اخو، يعطي الصحه ونقول له ربي يحفظك وما راناش ملاح. لا قبل ما راناش ملاح توجور وما راناش ملاح دائما ما راناش ملاح. لا قبل كامله، لا قبل كامله ان شاء الله باش واحد يزيد يهضر يا خويا. شفنا اليوم الفريق وهاد العشيه هادي بربي ان شاء الله ما هكذا واحد السمانه هكذا ما نحبسوش، راك فاهمني؟ ليله بيضاء السمانه كوبري راك فاهمني؟ هكذا ما نرقدوش كاع راك فاهمني؟ واش هذوك اللي شفوا فينا اليوم يشوفوا واش حنا سير به شكاره في عدياني يا اخو، وشكاره في عدياني يا اخو فاهمني؟ النساء فريق شباب الوزداد على التتويج هذا، ومبروك على فريق شباب الوزداد. عندهم بزاف ما تذوقوش حلاوه التتويج، عندهم بزاف ما ذاقوش الكاس. يا سير عادي صافي من 2012 ما ذاقوش هذا التتويج، مبروك على فريق شباب الوزداد. خلينا نشوفوا انطباع مناصر اخر. صحتهم الجواجل اخويا صحتهم. مبروك عليهم السي البي، مبروك عليهم، مبروك عليهم السبعه. الزبير هذه لاكوب نادي كاع، هذه لاكوب نادي كاع، هذو نادي كاع حسن لاماس، نادي حسن لاماس ناديها. كل شيء مبروك على الشبيبه، الحمد لله على المقابله، الحمد لله على الماتش، لعبوا لنا بالو شباب يا خويا، نهديوها الشبيبه، نهديوها الناس بالورق، الحمد لله يا خويا يعطيهم الصحه. وهديه يشوفوها، كاين ناس يشوفوها ما يقدروش يمسوها يا خويا. ومبروك على شباب بلوزداد، بارك الله فيكم، ربي يبارك. معنا مناصر اخر كذلك جاي يعبر على فرحته اليوم بتتويج فريق شباب بلوزداد. خويا واش قلنا على التتويج اليوم؟ اخويا يعطيهم الصحه، فرحوا كاع ولاد حومه، فرحوا كاع الشارع بلوزدادي. وما ننساش حاجه برك، كانوا ولاد حومه راهو في السبيطار بمناسبه هذا الكاس، نطلبوا لحميدو شفا ان شاء الله، ان شاء الله حميدو يخرج ان شاء الله. الله يستر اخويا. شيخ خويا اليوم نشوفوا فرحه عارمه هنا في بلوزداد، واش قلنا على الاجواء هذه؟ الاجواء راها ناشطه ورانا فرحانين، وكل عام ان شاء الله، كل عام رانا فيها ان شاء الله، كل عام ان شاء الله يا رب. السلام عليكم، مبروك علينا يا خويا، دينا لاكوب، لعبوا لي جوال يعطيهم الصحه. يا خويا شكاره في العدن يا خويا. العام الجاي الفريق راح يولي المنافسه الافريقيه. نعم العام الجاي راح تلعبوا كوب افريقيا ان شاء الله يا خويا، ان شاء الله نزيدوا نجيبوا لي جوال. ومازال مازال سي البي ما تهبطش، قول الحمار، قول الحمار، قول له انا هدينا لك قوبلي ماشي دوبلي، كما خلفتوها لنا انا خلفناها لكم هذه الخطره. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم معنا هذه اجواء المباشر، فرحه كبيره من بلديه بلوزداد في اكتمال الفرحه وحضور باقي الانصار المتواجدون في ملعب 5 جويلية. نلتقي
طبعا شكرا لك اسلام مشتي، وطبعا ستبقى مجندا هناك في بالكول لمعرفه اخر الاجواء هناك في بالكول.